أهلا بكم في حلقة اليوم. نتوقف عند إلغاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لزيارتها المقررة اليوم إلى الجزائر، لأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير قادر على لقائها لإصابته بالتهاب حاد للشعب الهوائية، كما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية. كما نتوقف في حلقة اليوم عند أبعاد ودلالات الاعتداء الذي تعرض له أساتذة في كلية العلوم السياسية في جامعة الجزائر من قبل ما وصفتهم صحف جزائرية بمجموعة من البلطجية تضم طلابا وحراسا من خارج الكلية. صحة الرئيس بوتفليقة تصنع الحدث مرة أخرى في الجزائر. امتد صداها هذه المرة إلى الخارج، وتسبب في تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر. بيان الرئاسة الجزائرية قال إن الرئيس بوتفليقة لم يكن في مقدوره استقبال ميركل بسبب وضعه الصحي، والأكيد كما يقول كثيرون أنه تسبب في إرباك أجندة المستشارة الألمانية المزدحمة بالمهام والمواعيد، كيف لا وهي زعيمة أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية. بعد هذه الحادثة البروتوكولية، كيف ستكون صورة الجزائر لدى الألمان، علما أن زيارتها السابقة للجزائر صادفتها أيضا مشاكل عندما عرق سلم الخطوط الجوية الجزائرية بطائرتها وتسبب في إعطابها وأخرها عن العودة إلى ألمانيا؟ في الجزائر كانت هناك قراءات أخرى لتأجيل زيارة ميركل، وذهب بعضهم إلى اعتبار أن المستشارة الألمانية لم ترضى بمجرد جلسة تصوير مع الرئيس بوتفليقة مثل ما يفعل مع زعماء كثيرين، بل تريد زعيما حقيقيا يتحاور معها الند للند في قضايا كثيرة، وعلى رأسها إعادة مئات الشبان الجزائريين المقيمين في ألمانيا بطريقة غير شرعية ويرفضون العودة إلى الجزائر، حيث تفترسهم البطالة وتطاردهم المشاكل والأزمات. بعيدا عن هذه القراءات، هناك من يرى أن تأجيل زيارة ميركل يفتح أعين الداخل والخارج على أن الجزائر تعاني فعلا من معضلة غياب الرئيس. فخارجيا أصبحت البلاد فعلا بلا زعيم يمثلها بشخصه في المحافل الدولية، أما داخليا فخرجاته نادرة جدا ولا تتعدى بعض اللقطات المصورة التي يبثها التلفزيون الرسمي في مناسبات معدودة أو رسائل تقرأ باسمه. فما الذي يجري فعلا في هرم السلطة؟ ولماذا يتمسكون برئيس أصبح في حكم الواضح أنه مقصر في أداء مهامه كما حددها الدستور؟ ومن المستفيد من إبقاء البلاد على هذه الحال من التسيب الذي تعددت مظاهره؟ ما أدى بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحذير من كارثة اجتماعية، مؤكدة في آخر تقرير لها أن الجزائر تسجل سنويا أكثر من 14 ألف احتجاج بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وامتد الغليان الاجتماعي هذه الأيام إلى الجامعة الجزائرية التي أصبحت محل استقطاب سياسي، وأصبح الأستاذ الجامعي وهو يطالب بحقوقه متهما بمساعدة أيادي خارجية لضرب استقرار البلاد. يحدث هذا في وقت تنشغل فيه السلطة بتنظيم انتخابات لن تفرز إلا برلمانا فاقد الصلاحية وعديم الفعالية في المراقبة والمحاسبة كما يرى كثيرون. أما المواطن الجزائري فهمومه أخرى ومختلفة، همومه مع الخبز والحليب والبطاطا والبطالة والصحة والتعليم. تقرير صابر أيوب لمناقشة هذا الموضوع. بداية معنا عبر الهاتف من الجزائر دكتور إسماعيل معراف، الباحث والأكاديمي، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل معراف، كيف تقرأ إلغاء ميركل لزيارتها؟ تفسير الرئاسة الجزائرية؟ كان متوقع أن تلغي ميركل في ظل بعض من ربما الأخبار التي أنا كنت مطلع عليها، بأن الرئيس صار في وضعية صحية جد حرجة، وهذا الموضوع ليس بجديد، لأن منذ سنوات ونحن ننادي بضرورة أن يكون هناك حل لمشكلة غياب الرئيس، وأيضا معضلة عدم وجود مؤسسة الرئاسة التي هي مؤسسة مفصلية ودستورية في أي دولة. والجزائر تمثل حالة استثناء غير مسبوقة في تاريخ العالم المعاصر، لأن بعد ربما بعض الأشهر سنكون أمام ربما رقم قياسي لرئيس منذ تقريبا 5 سنوات لم يتكلم مع شعبه ولم يقوم بأي زيارة
غيارة للخارج وحتى في الداخل. إذا نحن أمام صراحة مسرحية تراجيدية بائخة جدا وصولة مشروخة، وأن الآن الأول الآن يأتي ربما رد من رئيسة دولة كبيرة اسمها ألمانيا وخامس متعامل اقتصادي بالنسبة للجزائر، وأيضا بلد لديه رغبة في الاستثمارات في الجزائر، وأيضا لدينا مشاكل مثل ما تفضل تقريركم الأستاذ صادق أيوب فيما يخص الجزائريين العالقين الموجودين في ألمانيا وبدون أوراق ويريدون العودة لأن تنتظرهم محاكمات، تنتظرهم قمع، تنتظرهم أيضا معاملات غير إنسانية، وأيضا ماذا يفعلون في الجزائر لأن اليوم تقريبا أنا نحن أمام وضع خطير وايضا ازمه اقتصاديه خانقه. صراحه انه الغاء الزياره ربما الجهات الرسميه في الجزائر تحاول في كل مره انها تطلع لنا باسطوانه وتقول بانه ربما الرئيس يمر ببعض من الظروف الصحيه العابره وهذا شيء عادي. لا، لنقول بانه الان الرئيس غير موجود في الجزائر، وانه من الناحيه الدستوريه كان من المفروض ان تفعل الماده 88 و أننا نذهب إلى انتخابات رئاسية مسبقة مثلما أنا وكثير من الوطنيين غيرون هذه البلاد يطالبون منذ مدة، وأمثال ولحية والمستوى فلان وغيرهم مستفيدين وحتى مقري وغيرهم مستفيدين من ريع يرفضون هذه الفكرة ويقولون بأنه هذا ضرب للاستقرار. وجود الدولة بلا رئيس اليوم أصبحنا مضحكة وأيضا مسخرة في كل العالم أستاذ جمال. يعني كيف يمكن لرئيس الدولة بحجم ألمانيا أن تستدعى ثم أنها لا تأتي للبلد؟ طيب ولكن ليس تفسير لماذا لا تعتبر تفسير الرئاسة تفسيرا معقولا؟ يعني حتى برلين تقول بأنه جاء ذلك بطلب من الرئاسة الجزائرية، الرئيس مريض ببرونشيت، مرض يحدث في هذه الأيام خاصة أيام الشتاء، وتم تأجيل الرسالة يعني الزيارة بالأحرى إلى وقت سابق لاحق كما جاء في البيان. والله أستاذ جمال أنا شخصيا أولا نحن لا نتكلم على شخص عادي، نتكلم على رأي الدولة بكل إمكانيات موجودة بالنسبة للدولة الجزائرية. أعتقد أن القضية الرئيس ليس مريض بمرض عادي، رئيس منذ 5 سنوات وهو وضعيته الصحية لا تسمح له بأن يقوم بمهام هذا المنصب الحساس والثاني في الجمال. القضية قضية الدولة وليست قضية جماعة أو أشخاص. أنا شخصيا أتكلم من باب غيرتي على بلدي، من باب وطنيتي، من باب أيضا الأكاديمية، أيضا من باب القانون الذي درسته أنا إلى ذلك. أعتقد أنه الآن ربما التبرير لا يمكن أن يقبل به عاقل، يعني مش عارف يمكن حتى الآن تخوني حتى الكلمات أو المصطلحات التي يستعملوها في تحليل هذا الوضع. الرئيس غير موجود ولا بد ان تعلن حاله صراحه غياب الرئيس وشغور منصب الرئاسي، وبدل اننا نذهب لهذا المهزله من الانتخابات التشريعيه وهذا التضييع للمال والجهد وكذا الى غير، لانه سنحصل على نتائج سلبيه في المستقبل القريب. الاساس الان يعني مع هذا الذي حدث لالغاء زياره انجيلا ميركل، اعتقد انه لابد ان في دوائر السلطه إذا كان هناك بعض من العقلاء وإن كان بالبريطانيين بعض من الذين ربما فيهم دم ذرة دم أنهم يدفعون صراحة بضرورة أننا نفعل المادة 88 من الدستور. طيب ونعلن ولكن هذه إلى شغور منصب الرئيس. هذه المادة التي أصبحت الآن المادة 102 بالنسبة لعمار بن يونس من يطرحها يتآمر على الجزائر، الرئيس لباس به، عقله يشتغل أفضل من عقولنا جميعا، ومؤخرا بالعكس قال لماذا ينتقد بوتفليقة عندما يتم الحديث عن عهدة خامسة له، ويسكت منتقد بوتفليقة عندما تترشح ميركل والنقاش حول ميركل إلى عهدة الخامس. والله شوف، أولا بالنسبة للذي ذكرته لأنه أنا شخصيا لا أتشرف بذلك الأسم مثل ما كل الذين لا يتشرفون بالحديث باسم الدولة الجزائرية، لأن لو كانت عندهم ربما من الناحية الموضوعية يعني الآن يعني حتى من الناحية الإنسانية لابد أن نترك هذا الرئيس حتى لو كان خدم ما خدم إلى غدك وأنجز ما أنجز مثل ما يقولون إلى غدك، ولكن الآن قضية دولة وليست قضية أشخاص أو قضية زمرة مستفيدة من خيرات البلاد. سرقتم وأفسدتم هذه البلاد وما زلتم لغاية الآن تكذبون على الشعب و
أيضاً تورطون هذا الشباب وتدفعون بهذه البلاد إلى هذه الحالة من التيهان وهذا من الحالة من الخراب. الكل الآن مش مئز من كل هذه التصريحات، والكل مش مئز من هذا الوضع. وبالتالي عندما يقولون بأنه ربما من حق من أعطنا هذا الحق، هل الشعب استشير استشارة صراحة وقانونية ودستورية حقيقية؟ هل الآن الجزائر فيها مؤسسات شرعية حتى يمكن الحديث عن مسألة ترشح الرئيس وعدم ترشحه إلى غير الآن؟ الحياة السياسية وسط الجمال أفرقت من محتواها. أين هي الآن النخب السياسية؟ حتى التيارات الإسلامية التي كانت تدعي بأنها تعارض إلى غير، تم إلغاء هذه القطاعة وتم تقديم لها الكثير من الاغراءات والكثير من 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 التحفيزات الى غداك، وتركت فكره المعارضه وتبنت خيار السلطه. اذا ما اعتقد انه مش يعني لابد انه يبقى دائما الخيار الحقيقي صراحه هو اننا لا نواصل ان نكذب على الشعب. وبالمناسبه يمكن بالتوصيل انه كل الجزائريين يعرفون بان الجزائر لا رئيس، ويعرفون ايضا الجزائر تقودها حكومه فاشله، وليسوا هؤلاء بمستوى هذا البلد الكبير بإمكانياته إلى غدية. أعتقد أنه حتى أنا التقيت بالكثير من الوزراء السابقين ويقولون بأن ما تتكلمون في المغاربة وغير المغاربية أنتم على حق. لماذا؟ لأن فعلا نحن نعيش وضعا سياسيا متأزما، وهذا الوضع السياسي المتأزم أعطى شلل بالنسبة لكل مؤسسات الدولة الأستاذ جمال، وانعكس هذا على كل المناحي في الجانب الثقافي التعليمي التربوي الاقتصادي إلى غدية. ثم نقول بأن الرئيس سطور كبير مثل ما يقولون إلى غدية، هذا هروب. وأعتقد أنه نفسا نظل نهرب من حقيقتنا. وأيضا أننا طيب، هل في اعتقادك كم الجزائر الآن، هل في اعتقادك دكتور إسماعيل ما يتردد من أنه يعني مثل ما جاء في التقرير كلام فيه يعني منطقة كلام مبالغ فيه بالقول أنه ربما ميركل كما يتردد طلبت لقاء الرئيس يعني لمناقشته في قضايا مهمة تهم ألمانيا، خاصة مثل ما طرحت الأمن، الهجرة، الجزائريين الموجودين في ألمانيا، ما يعيشه العالم، بينما كان هناك حرص فيما يبدو على لقاء بروتوكولي فقط مع الرئيس تؤخذ فيه صور ويظهر الرئيس أنه استقبل ميركل. هل هذا الكلام فيه منطقة كلام مبالغ فيه يعني؟ لا، نشوف أولا كلام صحيح، لأن أولا أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية لا تمثل مجموعة أو مجموعة أشخاص وزمرة مثل ما موجود في الجزائر، هي تمثل دولة ديمقراطية لديها مؤسسات ولديها أيضا رقابة على كل سلوكاتها ولو على تحركاتها وعلى زياراتها إلى غدية. وميركل عندما قبلت زيارة الجزائر لكي تقابل المسؤول الأول في هذا البلاد لكي تتكلم عليه على قضايا استراتيجية وحساسة، لا يمكن لأي شخص آخر أن يمتلك سلطة القرار، إن الرئيس لأنه مخول من الناحية الدستورية أن يتخذ قرارات مصيرية بحق البلاد إلى غدية. أما وأنها تلعب لعبة مثل ما لعبها فالس وغيره، فألمانيا ليست فرنسا. فرنسا ربما لأنها مستفيدة من الوضع بشكل فظيع في الجزائر، وهي التي ربما تملك كل الأسهم في هذه الشركة التي تدار بهؤلاء الأشخاص إلى غدية. ألمانيا لا، قضية دولة تريد، مسؤول الدولة تريد أن تزور دولة يقابلها المسؤول، تتحدث معه وتناقش معه. والخصوص هو أنه ما تحمله ميركل في جعبتها ورجال أعمال الذين يأتوا معها والضغط المرافق لها لا يحتاج إلى قرارات جريئة. لا يمكن أني أنا نستثمر في قطاع السيارات لشركات عملاقة فولكسفاجن وبيان وغيرها، وحتى مسألة الاستثمارات الأخرى في مجالات كثيرة، 80 شركة موجودة الألمانية في الجزائر تعاني من بيروقراطية وكذا، وتحتاج إلى قرار سياسي من المسؤول الأول في البلاد. أما أن تأتي وتأخذ سيلفي مع الرئيس مثل ما يأخذون إلى غدات، ثم تروج لوسائل الإعلام الجزائرية، ثم أن في منظمات الجمال الحقوقية وجمعيات تتابع هذه وتتهم ماركل مثل ما اتهموا الفرنسيين بأنهم أيضا ربما يتلاعبون بمشاعر الجزائريين، وهذا إساءة للدولة الألمانية والتقاليد الألمانية. وأنا بالمناسبة أوجه تحية تقدير للسيدة أنجيلا ميركل، لأنها فعلا لم تريد أن تلعب دور كومبارس في مسرحية يريد هؤلاء الذين يستولون على السلطة في الجزائر أنهم ربما يقدمون الصورة. طيب، ولكن لما لا اعتبار أنه الرئاسة الجزائرية
تتعامل بشفافية. الرئيس في وضع صحي ليس مريح، لا يستطيع استقبال أنجيلا ميركل، وبالتالي تم تأجيل زيارة. لو جاءت ميركل إلى الجزائر واستقبلها مثلا سلال ولم يستقبلها الرئيس بوتفليقة، ربما لاتهمت لطرحت أسئلة أخرى تشكيكية حول الرئيس وأين الرئيس. لما لا اعتبارها خطوة في اتجاه الشفافية بالعكس من الرئاسة الجزائرية؟ أولا أستاذ جمال، ربما نتكلم بشيء من الهدوء الآن. طيب متى كانت لدينا مؤسسة الرئاسة بالتقاليد اللي تتكلم عليها والشفافية اللي تتكلم عليها إلى غد؟ الرئاسة لا تمتلك لا تقرص مثل ما هو موجود في كل بلاد الدنيا. الرئاسة أيضا لم تكن شفافة في كثير من القضايا مع مرض الرئيس وأيضا غياب الرئيس وأيضا كل الأخبار التي كانت تنقل من هنا وهناك. كانت الأخبار تصلنا أستاذ من مصادر فرنسية. طيب دكتور إسماعيل لو سمحت، لو تكرمت دكتور إسماعيل لو تكرمت يبقى معنا. كريم طابو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر. كريم طابو، ما قراءتك لتأجيل أو لزيارة لتأجيل زيارة ميركل إلى الجزائر؟ كريم طابو هل تسمعني؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، أرجو أنك تسمعني. ما قراءتك لتأجيل زيارة ميركل إلى الجزائر؟ هي يعني هي قد تكون فعل طبيعي، قد تكون تأجيل طبيعي، ولكن ما يحدث في الجزائر في انعدام للإعلام الحقيقي وللرقابة الحقيقية وللمعلومة الحقيقية، فيصبح تأجيل من هذا المستوى يطرح أكثر من تساؤل. ما عرفناه للسنوات الماضية هو أن وجود رئيس الجمهورية والمرات يعني التي قدمت صور للجزائريين كأن رئيس الجمهورية استقبل وفود واستقبل وزراء واستقبل رؤساء الجمهوريات وإلى آخره. رأينا هذا الفعل خاصة مع سواء البلدان غير الديمقراطية التي لا تنضبط لقواعد ولا القواعد الدبلوماسية ولا البروتوكولية ولا السياسية، وفي كثير من المرات الأحيان حدث ما حدث مع مسؤولين فرنسيين، وهذا يعني معروف بأن فرنسا متواطئة متورطة بصفة مباشرة في تسيير الشؤون السياسية. هذا قد لا يحدث مع بلدان أخرى تنضبط إلى قواعد الدبلوماسية وقواعد الدول الديمقراطية، لأن ما نراه اليوم مع ميركل ولو يعني حاولنا يعني تفحص الوضع الذي تجد فيها ميركل خاصة على الصعيد السياسي في أوروبا، في ألمانيا، في ألمانيا هناك رقابة حقيقية، هناك إعلام، هناك أحزاب سياسية، هناك انتقاد، هناك حركة، هناك مجتمع، هناك رأي عام، كل هذا يعني يمر بغربال سياسي إعلامي اجتماعي حقيقي، ومن المستحيل أنه مسؤولة من مستوى يعني ميركل أن تصبح لعبة في أمور محلية وفي يعني توظيف سياسي محلي. فهذا قد يعني يفسر شيئا ما يعني الأسباب هذا التأجيل. طيب يبقى معنا كريم طابو. دكتور عبد العلي الرزاقي أستاذ الإعلام ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر. دكتور عبد العلي الرزاقي، قراءتك لتأجيل ميركل لزيارتها الجزائر، تأجيل عادي بسبب طارئ صحي للرئيس بوتفليقة، أم أنه هذا يفتح الباب مرة أخرى حول الرئيس وغياب الرئيس ووضعه الصحي؟ أول تأجيل تم من طرف ألمانيا، بمعنى أن الجزائريين اتصلوا بالحكومة الفيدرالية بأن الرئيس يعاني من اضطرابات في الحنجرة بمعنى لاغريب، ولهذا وافقت قبل
اقل من نصف ساعه وافقت الحكومه الفيدراليه التاهيل، وصدر بيان من الحكومه من الرئاسه الجزائريه يقول بان اسباب التاجيل هي هذه، ان الرئيس مريض وان هناك ظروف لا تسمح، وقد تم الاتصال بالجهه المعنيه وهي المانيا وقد وافقت على التاجيل. اذا المساله لو لم يصدر بيان من الحكومه الفيدراليه لكنا لا نعرف مرض الرئيس. مع الاسف الشديد يبدو ان الرئيس غير موجود في الجزائر، لانه لو كان في الجزائر اعتقد بانه ميركل يمكن ان تاتي وحتى لو تزوره وهو في المستشفى، وبالتالي الاحتمال القليل انه غير موجود في الجزائر. ولكن بيان الرئاسه الجزائريه يقول انه موجود في الجزائر. لا، بمعنى انه لا يمكن ميركل رئيسا الألمانية أن تأتي الجزائر في غياب الرئيس، لأنه لو كان حاضر ممكن تأتي ويستقبلها رئيس الحكومة وكافيا. ولكن لا، لو استقبلها رئيس الحكومة ولم يستقبلها بوتفليقة ستطرح أسئلة أخرى حول أين بوتفليقة، أليس هذا ربما في صالح الرئاسة؟ يعني مهما كان الانتقادات غياب الرئيس ووضعه الصحي أنها أرادت أن تكون شفافة، يعني قد يقول أنصارها. اعتقد انها هي التي دفعت للرئاسه الجزائريه ان تكون شفافه في بيانها. انا المانيا الحكومه الفيدراليه هي اللي دفعت، واعتقد ان هذا مع الاسف الشديد يعطي انطباع بان هناك شيء يحدث على اعلى مستوى. يفترض ان تطبق الماده 88 من الدستور، يفترض ان هؤلاء الطالبين لا يحق اننا نمشي هكذا دون معرفه المستقبل. المستقبل مرهون بتطبيق الماده على كثير 88 خاصه بمرض الرئيس. طيب يبقى معنا دكتور عبد العلي الرزاقي. دكتور اسماعيل معرف، الان بالنظر الى الصوره الاكبر الان مع هذا التفصيل بين قوسين، وان كان ليس جديدا الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة منذ جلطته الدماغية 2013، هل يعيد النقاش مرة أخرى الواجهة حول غياب الرئيس، حول موقع الجزائر دوليا وليس فقط جزائريا بالمماحكات السياسية داخل الجزائر؟ أعتقد أن يمكن كل الشكر لأنجيلا ميركل بهذا القرار الديمقراطي الذي نحييه احنا كنخبه مثقفه في هذه البلاد، لانها اعطت لنا المصداقيه في كل ما كنا نقوله عندما كنا نقول بانه اول خطوات الحل هو ضروره تفعيل الماده 88 وايضا اعلان الشغور الرئاسي، وايضا لابد من الذهاب الى انتخابات رئاسيه مسبقه يترشح لها من يترشح وتدار بقضيه ديمقراطيه، ثم نبدا مساله الاصلاحات الاخرى بطريقه ايضا ديمقراطيه، وهكذا نبني البلاد بناء حقيقيا على ارضيه صلبه، ونسمح ايضا لكل الجزائريين بان يسهموا في اخراج البلاد من الازمه. ولكن الطرف الاخر الذي هو مستفيد وايضا مسؤول على الفساد ومسؤول على كل هذه التراجعات الموجوده وموجود على البلطجيه التي نشاهدها لكل مكان، يحاولون بكل مره ويستعملون ويستغلون في كل مره كل الفرص وكل الاماكن وايضا كل الاشخاص وكل التنظيمات. فجروا التنظيمات السياسيه، فجروا الاحزاب السياسيه، دخلوا في المجتمع المدني، دخلوا حتى المساجد، لم يعطوا للانسان الجزائري قدره على التعريض الى غد. وبالتالي انه الان استاذ جمال لم تفضل انت مشكورا، اعتقد انه الان النقاش لابد ان اولا لابد ان توقف مهزله الانتخابات التشريعيه، توقف المهزله ونفكر في مساله كيف يمكن ان نفعل الماده 88 وعلى الطبقه السياسيه ان كان لديها ذره وطنيه. ولا الان اتكلم على كل الاحزاب السياسيه التي الان تدخل الحمله الانتخابيه وانا نسميها الحمله التنوينيه بالنسبه للجزائريين والتخديريه، انها تعلن صراحه مقام على الانتخابات وضروري ان يكون هناك اعاده النظر في هذه المساله، لان اليوم تقريبا بهذه الزياره للمستشاره الالمانيه صراحه تكون الجزائر قد دخلت مرحله من الاحتقان ومرحله من الواجوني السياسي لم ربما يسبق له مثيل. طيب. واعتقد انه يمكن الان الجزائريين كلهم
متفقين على ضروره ان يكون هناك بحث جدي في ازمه الجزائر، ومساله الذهاب الى الانتخابات التشريعيه والسماع ليحيى وسلال وغيره الى غداك وابو جره وغيره، كلها ملهات ومضيعه للوقت استاذ جلال. شكرا جزيلا لك دكتور اسماعيل معراف الباحث الاكاديمي المحلل السياسي، او بالاحرى بعدين تبقى معنا لنفتح معك نقاش البلطجه، ما كنت تقول ما تتحدث عن البلطجه. كريم طابو قبل ان ناتي للبلطجه في الجامعه ومعك ومع الدكتور اسماعيل معراف ودكتور عبد العالي الرزاقي، ما رايك فيما كان يطرحه اسماعيل معراف على يعني الافاق السياسيه الان في الجزائر مع تجدد مره اخرى النقاش، وان كان لم يغب عن الرئيس وشغور منصب الرئاسة، والجزائر تعيش احتقانا سياسيا ومخاوف اقتصادية مع الأزمة المالية؟ أحيي سي معراف وسي رزاقي في هذه المناسبة. يعني حقيقة أشاطر رأي سي إسماعيل. اليوم نحن في أزمة سياسية حقيقية، أزمة اقتصادية، أزمة بكل يعني مواصفات الأزمة التي قد تؤدي إلى انزلاقات خطيرة. فما حدث في الجامعة وما يحدث في ملاعب كرة القدم، ما الإحصائيات التي قدمت على العدد الهائل للتعدي على موظفين الصحة في المستشفيات في الأماكن العمومية، أصبحت اليوم عدد الوفيات في الطرقات، يعني كل هذه المؤشرات تدل بأن هذه البلاد في أزمة حقيقية، ولا يمكن الاستمرار في هذا المنهج في هذا الطريق. طيب، لأن الطريق مسدود في هذا السياق كيف ترى يا دلالات ما تعرض له أساتذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر من بلطجة من حراس من خارج المعهد، من طلبة من خارج المعهد كما تقول صحف جزائرية، وجرحى واعتداءات، ولذنب هؤلاء أنهم نظموا جمعية عامة لنقابة الأساتذة؟ هذا جديد وقديم في 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 آن واحد. يعني حدث هذا في الجامعة، حدث هذا في حتى أصبح من المستحيل اليوم أنك في الجزائر تنظم انتخابات نزيهة، سواء في نقابة في فريق لكرة القدم. من المستحيل أنك تنظم جمعية عامة انتخابات على كل المستويات بدون أن تكون للإدارة دور يعني حقيقي. وما حدث في الجامعة نعيشه يوميا في الأحياء، ما يحدث يعني هناك يعني أماكن، سواء الأحياء العمومية الأحياء الشعبية في الأسواق أمام المستشفيات، البلطجية هي تتحكم في مساحات يعني عامة في أماكن عمومية وهي أمام مرأة ومسمع الجميع. يعني طيب خليك معنا كريم طابو. كريم طابو لو تكرمت تبقى معنا. ما رأيك دكتور عبد العالي الرزاقي، وانت طبعا تعرف الجامعه وتعرف اكيد ربما بعض هؤلاء الاساتذه الذين تعرضوا الى هذه البلطجه، كيف ترى هذا ابعاد هذا ودلالاته في جزائر 2017؟ هذه ليست اول مره، هناك اعتداءات اخرى، وانا اشهد بان احدى الاساتذه تعرضت لاعتداءات في كليه العلوم الاعلام والاتصال، وتم استفادي العمليه بطريقه معينه. الاعتداءات موجوده، الخطر في نتيجه الاعتداءات ان التنظيمات الطلابيه تحولت من تنظيمات تابعه للاحزاب الى تنظيمات تابعه للاداره. هذه اكثر حاجه وقعت. نقطه ثانيه، نحن هناك تزوير في الشهادات، هناك تزوير خيالي، سرقة نصوص وسرقة اطروحات، سرقة المذكرات، مخيف ما ترى. عندما تصل الى مستوى ان الماجستير في معهد من المعاهد يشرف على يشارك في صياغه اثنين طالبان باشراف استاذ، هذه مأساة. هناك تراجع كامل للقيم، ولهذا الحديث عن الاعتداء هذا ياتي عاديا
الاعتداء يومي. يجب ان ننظر لاعتداء هذه الحاله، ربما لان هناك الاداره تريد تفرض عدم الاجتماع. وفيك مثال المعلومه، انا ممنوع علي ان يدخل الى الحرم الجامعي اي قناه لتصوير راي لابداء راي، وليس راي ربما كثير من الاساتذه يمنع. عندما تمنع القنوات الوطنيه والاجنبيه وهي تمنع التصريح من دخول للحديث مع استاذ، كيف يمكن نتحدث عن الجامعه؟ الجامعه لا وجود لها، هناك اداره فقط. طيب خليك معنا دكتور عبد العالي الرزاقي، ما رايك دكتور اسماعيل معرف في معهد العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه يتعرض الاساتذه الى بلطجه لانهم كانوا يريدون استعمال حقهم النقابي من ميليشيات ما يبدو بين قوسين كما كان يقول الدكتور عبد العالي الرزاقي، حتى الطلبه تحولوا ايدي يعني بلطجه بلطجيه في يد الاداره. دكتور اسماعيل، يبدو اننا فقدنا دكتور اسماعيل معرف. ينضم الينا الان عبر خدمه سكايب من المانيا محمد صادق الاعلامي الجزائري مدير موقع الوطن الجزائري من فرانكفورت. محمد صادق، لو وضعتنا في صوره اصداء الغاء ميركل لزيارتها الى الجزائر. مساء النور استاذ جمال الدين، ومساء الجزائر وفي كل الأربع. بالنسبة للزيارة، في الحقيقة الأستاذ جمال الدين، الجزائر كأخبار مرتبطة فقط بوضع اللاجئين لا غير، رغم أنه الجزائر أكبر مستورد للأسلحة من ألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لإلغاء الزيارة، هنا تم إعلان نفس البيان الرئاسة الجزائرية في أغلب الصحف طبعا على مواقعهم على الأنترنت، أنه لإصابة الرئيس بوتفليقة بالتهاب رئوي حاد، رغم انه الموجود عندنا يعني او لما اقراه في المغاربيه انه التعذر المؤقت، وهذا يعني الالمان يعرفون اكثر ما نعرف عن الرئيس. بالنسبه لزياره ميركل، كانت تندرج في اطار مساله اللاجئين وعقد اتفاقيه مثل ما عقدتها مع تونس، ولو انها بشكل محصور، يعني لانه اغلب اللاجئين في الجزائر، اللاجئين الجزائريين في المانيا لا يتجاوز عددهم 3000، يعني 3000 جزائري طالبين اللجوء في المانيا. الاصداء بشكل عام حسب يعني الموجود هو عكس ما يروج، انه هناك تسفير فعلا قصري لبعض الجزائريين ولبعض التوانسه يلتقطونهم من المصالح البلديه، لما يروح اي تونسي او جزائري او مغربي يجدد بطاقه الاقامه المؤقته لمده شهر او شهرين حسب الموجود عنده، يتم التقاطه وتسفيره قصريا، يعني اخذه مباشره نحو المطار خاصه هنا في فرانكفورت، يعني حتى لا يترك له فرصه لاخذ يعني اغراضه او اي شيء من هذا القبيل، يعني عكس ما هو موجود في صحفهم او كذا انه هناك دراسه حاله بحاله. بالنسبه لميركل، هي تقوم بدعايه انتخابيه لحزبها CDU او حزب الاتحاد المسيحي، لانه يوجد هنا رفض تام من طرف حزب الخضر وحزب اليسار لمساله ترحيل القصر اللاجئين، لانه هذا لا يندرج فقط على شمال افريقيا، كذلك يندرج على الافغان الذين يرحلون بشكل قصري كذلك على دفعات، ولو انه توقف في بعض الولايات بشكل مؤقت، لكن مثلا حزب الخضر وحزب اليسار الحاكم في بعض الولايات ومن بينها ولايه بجنب هيسن هنا تورينغن رفض ترحيل جماعة شمال إفريقيا والأفغان، لأنه يعتبرون دول غير آمنة. كذلك هناك تصحيح أنه المبارح في القناة المغربية الأستاذ عادل العزيزي قال أنه الجزائر أو مغرب تونس مصنفة دول آمنة، هي ليست مصنفة دول آمنة، القانون يراوح مكانه، لأنه هناك شيئين في ألمانيا، البوندسرات هو المجلس الاتحادي، وهناك البوندستاغ هو البرلمان الألماني في برلين. البوندسرات رفض تماما تصنيف الجزائر والمغرب وتونس كدول آمنة، لأنه أغلب المسيطرين في الولايات 16 المكونة للفيدرالية الألمانية هو يتحكم في حزب الخضر أكثر شيء، يعني 10 ولايات تقريبا. أما البرلمان الألماني هو اللي يسيطر عليه حزب ميركل وحليفه الاشتراكي البايرن،
قابلين أنه الجزائر والمغرب وتونس دول آمنة، لكن القانون يروح مكانه، يعني غير نافذ، القانون غير نافذ. إذن هو تبقى في النقطة الأولى أنه هذه الدول لم تصنف آمنة بحد طيب الآن. محمد السادة يبقى معنا. كريم طابو، ما رأيك يعني في الأخير، يعني الجزائر مثل ما كان يعني نقاش زيارة ميركل مثل ما أشار فيها حسابات سياسية، وهي لم تأتي لسواد عيون الجزائريين ميركل، يعني أكيد المصالح الاقتصادية وأساسا ربما قضية الجزائريين وترحيل الجزائريين، يعني أن تكون الجزائر عنوانا لدول الآمنة وغير الآمنة وجزائريين وترحيلهم، ألا تستحق الجزائر أفضل؟ مفروض عنوان ميركل تأتي لمصالح، لنقاشات اقتصادية، جزائر بلد كبير، لمشاريع فولكسفاجن وغيرها، وليس لهذه العناوين السلبية التي ترتبط بالجزائر. هي اصلا حتى التوقيت، الجزائر في صدد تنظيم انتخابات تشريعيه، واي مسؤول سياسي كبير من الدول الديمقراطيه ومن الدول العظمى من المستحيل انه ياتي في هذا الظرف بدون ان يكون يعني الهدف ذات طابع استعجالي، واساسا يعني هو من فائده الطرف الاكبر، الطرف الذي ياتي الى الجزائر، على عكس قلت على عكس ما يقوم به السياسيين الفرنسيين. بين فرنسا والجزائر هناك يعني تواطؤ وتورط ومصالح سياسيه بالدرجه الاولى. عندما تحتاج الجزائر الى أي مسؤول فرنسي أن يوجه رسالة أو يأتي برسالة، فيأتي يعني بسهولة. حتى نتذكر يعني ما قاله فرانسوا هولاند على رئيس الجمهورية، قال باللغة الفرنسية لم يعني أرى رئيس جمهورية بهذه الكفاءة، بهذا قال بهذا الانتقاد عليك خيتيك، تستعمل وسط تعبيرا فرنسيا تفاجأ به الفرنسيون أنفسهم. من المستحيل أنك تسمع هذا الكلام من مسؤول في دولة غير الدولة الفرنسية، لأن المسؤول ينضبط للرقابة، الرقابة الديمقراطية، الرقابة السياسية، الرقابة الإعلامية. إذن ما حدث هو أنه اليوم الجزائر، وهذا لا يمكن إخفاء، يعني لا يخفى على المكاتب الدراسات وعلى القنصليات وعلى المخابرات الأجنبية، بأن الجزائر على كل الأصعدة هي بلاد هشة، سواء في اقتصادها، في مجتمعها، في جامعاتها، في سياساتها. من المستحيل أنك اليوم الجزائر تندرج في قوائم الدول العادية. الجزائر منذ 91 وهي تتخبط يعني في أزمة سياسية، ولم تجد حتى الآن مخرج حقيقي يعني يعيد الثقة للجزائريين ويعيد الثقة للشركاء. حتى طيب. في الداخل يعني عندك المؤشرات الأساسية، لا وجود لثقة بين الجزائريين والسلطة، بين الجزائريين والمؤسسات. كيف يكون لهذه المؤسسات أن تتمتع بثقة من الخارج؟ شكرا جزيلا لك كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي. محمد السادق، يعني في هذا الصدد، يعني صورة الجزائر في ألمانيا في فترة كانت هناك تقارير، العديد من التقارير في الصحافة الألمانية حول الوضع الجزائري تزامنا مع تقارير غربية أخرى وخاصة فرنسية حول الجزائر. محمد السادق. آسف، لما كنا لم أسمع سؤال بشكل. كنت أقول أنه في ألمانيا في فترة، وكنت حتى معنا ضيف، يعني كنت ضيفا معنا في فترة، كانت الجزائر عنوانا في تقارير الصحف الألمانية، خاصة مع موجات اللجوء الأجانب وغيرها، وإن كانت تقارير يعني ألمانيا مثل ما هو ربما السائد غربيا ينظرون إلى الجزائر دائما أحيانا بالمنظار الفرنسي أو بناء على تقارير فرنسية. طبعا هذه الحقيقة التي يمضى، لذلك لا تفرد هنا دراسات للجزائر بشكل موسع
رغم انه موجوده الدراسات الاستخباراتيه تجاه الجزائر. الدليل انه هناك شيء موجود في المانيا جمال الدين. هذه الفتره المانيا تعيش مرحله انتخابات في شهر سبتمبر. الدعايه الانتخابيه بدات فيها الاحزاب، في شهر مارس موجود انتخابات على مستوى البلديات الالمانيه. ولتموضع احزاب وتموضع حزبين يمينيين، يعني رافضين لوجود لاجئين. بالنسبه للجزائر ينظرون اليها كمنفعه اقتصاديه لا غير. بما ان الجزائر هي اكبر مستورد للسلاح من المانيا، فهذا الشيء يغطي. نحن نعلم انه مثال هو ممكن خارج السياق، لكن السيسي لما زار المانيا، لانه شركه سيمنز اخذت عقد كبير جدا مع مصر، لذلك استقبلت واحد ديكتاتوري وعرف انه قاتل، وتعرضت لنقد كبير داخل من طرف صحافه المانيا الجاده. مثل ذلك تتعامل مع الجزائر، لكن ما تقوم ميركل الان تجاه الجزائر هو ليس هناك ملفات عالقه او اي شيء، او هي طيب، ولكن اكيد هناك المصالح الالمانيه، ولكن المانيا كانت تحرص على مصالح اقتصاديه، كان هناك مشروع ديزرتك، مشروع فولكس فاجن، ولكن اليست الكره دائما في ملعب الجزائر وهي التي تعطي هذه الصوره؟ بلد يريد سلاحا مرتبط بالعناوين الامنيه، بعدم الاستقرار، غير امن، جزائريون يلجؤون الى المانيا وغيرها. يعني لو كانت الجزائر تريد علاقات اقتصاديه رابح رابح، يعني علاقات بما فيها حتى تصنيع السلاح من المانيا ومن موقع قوى، ليس كذلك؟ لو كانت الجزائر ديمقراطيه شرعيه باستطاعتها ان تكون الند للند، ليس لالمانيا فقط، لفرنسا ولكل الدول الاخرى. اكيد هذا حقيقي، لكن السياسه الجزائريه غير واضحه، لانه المانيا تعرف ان هناك لوبي فرنسي قوي جدا في الجزائر، وليس مشكلا من طبقه حاكمه في الجزائر. هي لا تستقي اخبارها الا عن طريق فرنسا او عن طريق الاتحاد الاوروبي، الذي كل تقارير تاتي من فرنسا. الغريب في الامر انه المانيا تعرف انه لا يوجد هناك اتفاقيه اقتصاديه كبرى او منح ماليه نحو الجزائر. ميركل اقترحت 80 مليون دولار مساعده لشمال افريقيا، كانت الجزائر ستاخذ القسط الاكبر، لكن الصيغه التي تطرح تجاه الجزائر، هذه المعونات او هذه الصيغه ترفض، مرفوضه داخل المانيا، لانهم هما يريدون الصيغه المعروفه التنافسيه وصيغه رابح رابح بالنسبه للاقتصاد الالماني واقتصاد الجزائر. هناك شيء كذلك بالنسبه مثل ما قلت لك، ميركل هي في العام الاخير تاع حزبها، هي ملفات عالقه، لانه السنه الماضيه 70 الف بشكل عام، هذه المره قالت سنلجا الى ترحيل كل شمال افريقيا، كل اللاجئين من شمال افريقيا. يعني انا اعتقد أن الزياره نحو الجزائر هي ملفات عالقه ثانويه ناحية الاقتصاديه، والملف الكبير هو ابرام اتفاق يعتبر نجاح لحزبها وحزب الاتحاد الاشتراكي البايرن، الذي يضغط عليه كثيرا في مساله تصنيف دول شمال افريقيا كدول امنه. يعني لا اعتقد انه يكون بصيغه اقتصاديه بشكل عام. وخير دليل انه بمجرد انه الغيت الزياره من طرف الجزائر، تم ازاحه الموضوع او ازاحه المنشيط هذا تاع زياره ميركل الجزائر الى منشيط ثانوي لا يوجد له اهميه، رغم انه هنا منظمه برو ازول او منظمه حمايه اللاجئين ما زالت تنظر للموضوع بشكل انه لا يجوز ابرام اتفاقيه مع دول شمال افريقيا، لانها دول غير امنه من ناحيه الحقوق، من ناحيه الحريات، حسب تقارير المنظمات الدوليه. طيب، يعني في النهايه ميركل كانت ستاتي لحسابات سياسويه انتخابيه، مثل ما اتى الشاهد رئيس وزراء تونس هنا، حيث انه ما زالت الصحافه الالمانيه لحد الان تطرح مساله انس العمري. كيف تم الامر في وسط مدينه فيها كاميرات مراقبه؟ كيف دخل وكيف قتل وكيف خرج؟ كانه ملف مخابراتي مغلق. ما زالت الصحافه كذلك، ما زال مساله كولن ما حدث فيها على راس السنه الماضيه ما زال مطرح، لانه لم يبت في اي امر في ذلك من ذلك القبيل، لا للمغاربه ولا التوانسه ولا الجزائريين. هذه كلها ملفات مطروحة وتشكل ملف ضغط على حزب الاتحاد المسيحي تبع ميركل.
لذلك كل ما يدور في ألمانيا في هذه الفترة هو لا يندرج ضمن الإطار السياسي بأتمامه، هو ضمن إطار البروباغندا أو إطار الدعاية الانتخابية. هذا حسب ما صرح به رئيس حزب الخضر، قال لهم أنا لن أعمل لكم حملة انتخابية مجانية في مسألة تسفير اللاجئين، لأنه هذا يتعارض مع منظمة الأمم المتحدة ومع دستور ألمانيا بحق اللجوء للكل، بعد ذلك دراسة الملف بشكل اعتيادي. وهذا ما طلبه حزب الخضر، أنه دراسة ملف ملفات شمال إفريقيين بشكل عادل، ويرفضون بشكل عادي يعني في إطار قانوني وليس في إطار سياسي، وهذا ما يعارض القوانين الموجودة في ألمانيا. طب ولكن بهذا المعطى ليس ما الفرق أصبح الآن بهذه المعطيات السياسية الشعبوية الانتخابية؟ يعني ما الفرق مع دول مثل الجزائر مثلا، مع ما يشهده العالم من أداءات سياسية ترامب وفرنسية لا هناك فيها فرق. هناك والتكسب غير الشرعي وغيرها مثلا. هناك فرق، هناك الفرق أنه ما زال يعني هناك الفرق هو أول ورقة الذي كذلك موجود في أمريكا هو القضاء، يعني هنا القضاء يقول كلمته، وكذلك هناك أحزاب قوية جدا معارضة، وهناك منظمات حقوقية معارضة جدا ليست سهلة، حتى منظمات العمالية. وهناك الشرعية الشعبية هي التي في الأسف في النهاية المرجع. طبعا في هذا الشر المشكل في هذه هي فقط تفعل هذا الأمر، يعني الحزبين الحاكمين يفعلون هذا الأمر لأنه خايفين من المد اليمين المتطرف، الحزبين حزب البي اف دي الاف دي وحزب النازي الجديد هذا اللي أقرته المحكمة الدستورية الألمانية، خايفين من مد هذا فقط، لكن كله يندرج ضمن القانون بشكل عام أو ضمن النقاش السياسي الموسع في ألمانيا، لأنه مسألة اللاجئين مسألة مفصول فيها، لأنه في ألمانيا المشكل أنهم يطرحون أخطاء الاتفاق الذي حدث بينه وبين تركيا، لأنه هذا رغم طيب يعني سؤال أخير، ولكن يعني بإلغاء زيارة ميركل ووضع بوتفليقة الصحيح، ما تعليقك على عمار بن يونس الذي يقول ميركل ستترشح الانتخابات لعهدة خامسة، لما ينتقد بوتفليقة؟ يعني قال لك ما الفرق بين ثرى وثريا، يعني ميركل دكتورة في الكيمياء، ميركل إنسانة متعلمة ناشطة سياسية منذ أيام الجامعة، يعني ميركل لما يرشح يعني الحزب هو الذي يرشح من الكتلة الأغلبية ثم تنتخب بشكل داخلي على مستوى البرلمان. يعني الغريب في الأمر أنه يعني مقارنة مش صالحة، حتى يعني بوتفليقة لم يأتي عن طريق الانتخابات الديمقراطية، بوتفليقة منصب، بوتفليقة واحد غير مرئي، يعني كيف يعني من حق الترشح؟ لأنه انظر الاقتصاد الألماني هو رابع اقتصاد عالمي أو ثالث اقتصاد عالمي، وانظر أين هي الجزائر، يعني هذا أنا مش فاهم لعلاش يقارنوا بين طيب الجزائر. شكرا جزيلا لك محمد الصادق مدير موقع الوطن الجزائري الإعلام الجزائري، كنت معنا عبر خدمة سكايب من فرانكفورت من ألمانيا. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة، نجدد الشكر للأسف انقطعت المكالمات معهم دكتور إسماعيل معراف الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي، ونجدد الشكر كذلك لدكتور عبد العالي رزاقي أستاذ الجامعي في علوم الإعلام، وكذلك كريم طب هو مدير رئيس بالأحرى حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الذي كان ضيفا مشاركا معنا. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.